حبيت أبدأ الفيديو هون. ليش؟ شوفوا المنظر هون. إحنا بمنطقة المارينا بدبي، زي ما انتم شايفين في شوية مي وقوارب وشغلات. الله يرزقنا كمان واحد من هدول هيك نطلع عليهم كل فترة وفترة، نشوف كمان هالبنايات كيف هيك منظرهم، إشي يفتح المنافس. حتى هون هيك الخضار. طبعا هذا واحد من المداخل للمنطقة هاي، وفي مطاعم هنا يعني على هذا الطابق هون، ولتحت كمان عند الماي هناك حتى على الجهة الثانية زي ما انتم شايفين. فاحنا هون ان شاء الله حنتغدى. حكيت ليش اصور الفيديو انا في الغرفة اذا احنا جايين على محل زي هيك؟ تنويع انوع من نفسيتي وانوع من نفسيتكم انتم كمان. والحمد لله صراحة امبارح كان يوم يعني فيه انرجي، فيه طاقة، فيه حيوية، فحبيت اني اشارككم بهاي الطاقة اليوم. احنا هلا رايحين ناكل، مش عارف قديش حيكون معي وقت اني احكي هون، فححاول احكي قدر المستطاع خليكم ابديتد بالموضوع. بس هيك المنظر هون شوفوا، ظبط الالوان نايس. عدد واحدة من المناطق المفضلة عندي، في ناس بتمشي فخلينا نحط الماسك. اجاني سؤال امبارح على السناب انه محمد انا هلا لسه شفت الفيديو تاع انت كيف ما عم بيجيك فلوس من ورا هالشغلة، طب انت ليش يعني هالقد مكمل وليش هالقد انت بتشتغل؟ الفكرة يا جماعة انه شو ما انتو كان هدفكم، الواحد يمكن ما يشوف النتيجة من اول يوم، من اول لحظة، من اول ما يدخل على الموضوع، وبده شوية صبر. في حالتي يعني هيني تقريبا 9 أشهر الواحد صابر، واحد مستني. الحمد لله عم بشوف شوية نتائج، بس مش النتائج المادية، مش النتائج اللي ممكن انها تحفز ناس ثانيين. بس هذا هو التحدي، هذا هو اللي بالنهاية بيميز الناس. بالاخير انت هل انت فعلا بدك توصل للي انت بدك اياه، اللي حاطه في بالك؟ هل انت مستعد كل يوم انك تقوم وتشتغل حتى لو انت مش شايف، مش لامس الهدف اللي بايدك؟ فهذا اللي بيميز الناس. فهي هي الفكره كلها، انه الواحد مرات بده يستنى. وانا ما حكذب عليكم، يعني كل يوم بفكر انه الله يا رب تفرجها علينا عن قريب، يا رب ترزقنا عن قريب، يا رب هيك يعني اصبح اليوم الاقي مسج حلوه انه والله في مشروع، في إشي. وحتى لو ما شفت انا هاي المسج لازم اكمل، هذا هو شغلي. الواحد لازم يضل، لازم واحد يستمر ويتحلى بالصبر ويطلع الامور بطريقه ايجابيه، ويشوف انه الخطوات اللي هو خطاها، الخطوات اللي هو عداها، الشغلات اللي هو وصلها. يعني بحياتي ما كنت متوقع ان انا اكون فيرفايد بالذات بهاي اللحظه. يعني شو انا جديد على التيك توك وانا في مجال اللي هو الادوكيشنال، اللي هو التعليمي، الحمد لله انا فيرفايد. على الانستغرام 16,000 متابع، الحمد لله. على اليوتيوب 4,000 سبسكرايبر، الحمد لله. هاي الشغلات كلها بفتره بسيطه. فانا حتى لو انه ما عندي انا هلا فلوس من ورا هالشغله، هذا مش معناته انه ما زبطت ابدا. بس الواحد لازم يعرف شو الشغلات اللي يطلع عليها عشان فعلا يشوف انه هو حقق انجاز. مش بس بالفلوس، هلا اكيد الفلوس جزء مهم، بس انتو كمان بدي اياكم، انتو كمان لما تكونوا عم تحاولوا توصلوا شغله، شوفوا كمان شو اللي انجزتوه عشان هذا يساعدكم انكم تضلكم مكملين وما تستسلموا. خليني اوريكم هون المنظر. هاي المنظر هون. ان شاء الله اليوم ناكل بناندوز، اكيد كلكم سامع فيه. هاي واحد من القوارب او اليخوت، ما بعرف شو بسموه، هذا بيعتمد على حجمه كمان. هون عم بصفوا، منطقة كتير حلوة. anyway الحمد لله هنا خلصنا اكل، رايحين باتجاه السيارة لانه اخوي عنده صف كمان ربع ساعة، فانا لازم امشي بسرعة واحكي بنفس الوقت. اوه حلو الشمس، كيف بس الاضاءة هون منظري واو مع هاي الاضاءة، اوكي منظر توب. على كل حال بتعرفوا والله يمكن اخذني صورة سريعة، مش عارف، ما انا بحبش السيلفيز، بس هون الاضاءة بتجنن. يمنى اخوي عنده صف، بس كان لازم اوقف لانه الاضاءة زي ما انتم شايفين شوفوا واو، فلازم هنا نركض تقريبا على السيارة. الواحد لازم يركض، الدنيا نار على فكرة. بس الواحد اذا بده يصور اشي حلو على الانستغرام هيك لازم يقعد يعمل شوية مجازفات، بس ان شاء الله اخوي بلحق، احنا مش كثير بعاد عن البيت. زي ما انتم شايفين رجعنا على الغرفة لانه كنا مستعجلين، اخوي هيو قاعد بالصف هلا. بدي احكي لكم شغلة، مرات الواحد وهو شغال بطريقه لهدف معين، لشيء معين، مرات الواحد بحس بنوبات من التشجيع والحماس، بعدين بحس انه بتخف وبتقل. وللأمانة انا بحس بنفس الشيء، يعني كل مرة باجي بنام فيها بقول يا رب هيك بس من عندك تيسر لي الامور، تفتحها علي. ما بعرف زي ما قلت لكم كيف امتى وين، بس فعلا هيك من جوا من جوا عن جد يا رب. مرات لما اكون ماشي مثلا واشوف سيارات زي ما قلت لكم التسلا مثلا، هاي بالنسبه لي سياره كثير ان شاء الله حابب انه يعني بالفتره الجايه انه اقدر اشتريها. هلا حاليا مستحيل في الفلوس اللي معي مستحيل، بس ان شاء الله ما بتعرف يعني الله قادر على كل شيء. فكل ما اشوف تسلا هيك بالشارع او مرسيدس او هدول السيارات بالنسبه لي هيك بخبطوا عصب معين، هيك بحس كثير بحبهم.
شيء ثاني مثلا المنطقه اللي احنا كنا فيها المارينا كثير بحبها، يعني هاي بالنسبه لي كمان المنطقه والشقق وهيك وبشكل عام، يعني انا حاط عيني عليها انه ان شاء الله في فتره من الفترات ان شاء الله عن قريب اني اقدر اعيش بمحل زي هيك. ما بتعرفوا الواحد هيو حاطط عيني على بعض الاشياء وبيشتغل باتجاههم، هاي الشغلات بتحمسني بتحفزني. فلما اروح هناك حتى انتم بالفيديو شفتوا طاقتي اختلفت واسلوبي اختلف وهاي الامور كلها. فلما انتم تحسوا انه طاقتكم بلشت تنزل بلشت تخف بلشت تقل، حاولوا انكم تحوطوا حالكم في اشياء انها بتخليكم تحسوا احسن. هلا مش شرط انها اشياء كلها ماديه، انا مش انه شخص كتير مادي، بس بعض الناس بتتشجع باشياء معينه، مثلا لما اشوف ساعات معينه كمان هذا الاشي بحمسني. هلا انا بس بدي اشتغل وانجح عشان الاشياء الماديه؟ لا، بس اكيد يعني ما حد حيكره سياره حلوه، ما حد حيكره يعيش في بيت حلو، هذا اللي انا بحاول اقوله. غير هيك ممكن انتم تحطوا حالكم ناس ايجابيين، ممكن انكم مثلا على الاقل تعملوا شغله تطلعوا طلعه هيك بتحبوها تستمتعوا فيها. انا مثلا كتير بحب اروح السينما، كتير بحب احضر افلام، فهي الطلعات بستمتع فيها، الطلعات اللي فيها تجربه رياضات جديده كتير بحبها. فمش شرط انه كل شيء يكون مادي، بس انه الشغلات هاي انه بسهوله ممكن تشوف سياره حلوه، بسهوله ممكن تروح على منطقه سكنيه حلوه. عشان هيك انا بحكي لكم انه هذا الشيء يمكن يساعدكم زي ما بيساعدني. وانا مرات بوصل مراحل يعني صعبه، مش انه انا نفذ صبري، بس هيك مرات هيك حماسه وتشجيعه هيك بنزول. فبروح بحكي مع اهلي مرات بخصوص الزواج وهيك، انه يعني انا حابب هذا الاشي، وهم الحمد لله يعني داعمين هاي الفكره وحابينها ومستعدين يساعدوني قدر الامكان. بس بيقولوا لي محمد يعني الواحد مستحيل يعطي بنته لشاب اذا هذا الشاب ما عنده دخل مادي، وهذا الاشي انا فاهمه 100%. بس تعرف مرات بتحس براحه بس لما تحكي انت لجواتك، فعشان هيك انا بفتح عليهم الموضوع 100 مره. والله يجزيهم الخير دائما بسمعوني ودائما بكونوا واقفين جنبي وبدعموني، وانتم كمان الله يجزيكم الخير. كثير مرات بلاقي مسجات تعليقات شغلات كثير هيك بترفع معنوياتي لما اشوفها، فشكرا كثير لكم. واظن هلا صار وقت انه احنا نشوف عدد ساعات المشاهده. الحمد لله الفيديوهات في الفتره الماضيه مستواها كان منيح، فخلينا نشوف. انا عندي احساس انه الرقم حيكون حلو. هلا ما شفته، بسم الله وال الحمد لله 935، اشي ممتاز. وهون عنا تقريبا يعني قربنا نوصل ل 5000 تقريبا ممكن تقولوا، بس هون قربنا نوصل احنا ل 25%، فهذا انجاز الحمد لله. وان شاء الله عقبال كل الفيديوهات ان يكون مستواها منيح. خلينا نشوف هون بالتفصيل الفيديوز. فاحنا هون بنطلع هاي الفيوز تقريبا 500 اقل من يوم، هون 500 هون 1000. الحمد لله هذا الفيديو كتير عمل منيح وطويل، فعشان هيك هذا ساعدني. وبعدين هون هدول الفيديوهات مش كتير، بس مو مشكلة، مرات بتزبط مرات بتزبطش. ننزل خليه يعمل فوكس. وين الماوس؟ ليش مش راضي يتحرك؟ اوكي هون يعني تقريبا 600 400، تقريبا 500. شو هذا 200؟ خلينا نشوف كيف تغير العالم. مع انه هذا الفيديو انا حبيته بسيط وقصير، كيف تتحكم باعصابك. 700 اوكي تمام. ما عندي فلوس. 1200 تقريبا، يعني الحمد لله هاي شوي شوي الفيديوهات الناس عم بتشوفها. فان شاء الله يعني احنا لازم نضلنا مستمرين، لازم نضلنا منزلين، عشان بالاخير الرقم اللي احنا في بالنا هو هذا. لازم ان شاء الله نوصل 4000 مع بعض، ان شاء الله راح نوصل. شكرا كثير لكل حد حضرني، وان شاء الله بشوفكم في فيديو بكره.